المفاجأة اللي كنت بتقول عليها؟ أمك اللي مش عاجباك دي كلمتني وقالت لي إن لو فلوسك مش كاملة هتسد إيه؟ أقسم بالله والله العظيم يا جدع. يعدي كويس احمد حسن، احمد حسن لاعب نادي اندرلخت البلجيكي حكم اللقاء على طول. أنسة، أنت واقفة مستنية حد؟ أنا؟ أي؟ ليه في حاجة؟ لا أبداً، أصل وقفتك لوحدك كده مش ولا بد يعني، زي ما أنت شايفة الشعب فاضي والدنيا ليل، خطأ يعني، وإحنا في خدمة الشعب. طب خلاص يا عم أنا ماشي. لا لا لا، ولا أقول لك كده عشان أطفشك ولا إيه؟ أنا قصدي يعني لو تحبي تيجي تستنيه معانا في العربية أهو أأمن وأدفى. نعم يا أخويا. تعالي، تعالي بدل وقفتك لوحدك ونسينا في الأتاي. أتاري إيدي كمان. عربية النجدة. يا ريت انت تروح على عربيه النجده بتاعتك دي ومفيش داعي لخدمه الشعب دي خالص. ليه بس؟ الله، انت عصبيه كده ليه؟ اخدي مين؟ هنخدم في ايه يا عم؟ ما تبعد عني. على فكره لو ما بعدتش عني هشتكيك لاقرب ظابط. لا جديده، خوفتيني ومظبطه الظبابيط كمان. على فكره مفيش حد بيعرف يخدم الشعب ده كله الا الامناء. يا انسه، سندوتشات، انت ماشي ولا ايه؟ ايوه، اصل لقيتك اتاخرت فقلت اكيد مش هتيجي. اهو الزبون شرف. انت اللي خبطته؟ ايوه، لازم احضر يا سيدي. ما احضر بعدين، خلينا نلحق الولد دلوقتي. الله، ما انت عايز تسجني وخلاص. وانا مال حكومه لا تسجيله. بقول لك افتح بقى. الله، افتح. رقم 2 هنا على طول، البديل اللاعب اوغستين بيني
عليك ورايح عمرك وقتك مني. وهون عليك يا عادل. أنا اللي هنت عليك. أنت عمرك ما هنت عليا يا غبي. هو أنا حلوة؟ حلوة؟ أنت ما عندكوش مرايات في البيت ولا إيه؟ ده أنت ست الحسن. أوحت ربنا ده إحنا في المحل مسميينك ست الحسن. الشيخة ده أنت دوختيني والله. عارفة. عارفة بس ولا عارفة عجباك الدوخة اللي أنا فيها؟ يعني قلت أشوف نفسك طويل ولا إيه؟ طويل إيه؟ ده أنت قطعت نفسي. يا عم ولا قطعت ولا حاجة، ما أنت زي القردة أهو. يا شيخة حرام عليك. وبعدين أنت اسمك إيه؟ ريهام. علمك بقى انا سايب حاجه مهمه جدا عشان خاطر عيونك اللي جننوني دول. اوعى تكون مزوغ من الشغل. شغل ايه؟ حاجه اهم 100 مره. امال ايه يعني؟ الماتش. اه صحيح، انا برضو استغربت، انا قلت ازاي الواد مديكي ميعاد وقت الماتش وانت مالكش في الكوره ولا ايه؟ ماليش ازاي، ده انا ماليش غير في الكوره. امال ايه يعني؟ ازاي يعني؟ مين اهم، ست الحسن ولا الكوره؟ وبعدين بقى انا قلت يا واد اول ميعاد وكده فنقي وقت مش زحمه عشان خاطر التوتر بقى والكسوف والحاجات دي يعني. فاكرة أول مرة شفتك فيها؟ فاكرة. يومية كنت شغال الصبح بالصدفة. أنا أساساً بنزل محل بالليل عشان أنا عندي شغل تاني الصبح. فالواد زين قال لي إنك بتيجي كل يوم الصبح وكده. فاضطريت بقى إن أبدل شغل الصبح بشغل بالليل. هي جت علينا بخسارة بس مش مشكلة. شفتي بقى اللخبطة اللي أنت عملتها لي؟ شفت. وأنتِ بتشتغلي؟ آه بدي حقن. هو أنا بصراحة يعني بكره الحقن بصراحة، بس يعني لو الحقنة دي من إيدك آخد حقنة كل يوم. والله العظيم ده تبقى احلى حقنه في الدنيا. معاك بطاقه؟ ايوه معايا بطاقه. معاك كارنيه تامين؟ لا معيش كارنيه. في حد من اهله موجود؟ اصحابه موجودين بقى يعرفوا اهله فين ممكن يجيبهم، مش مشكله يعني. لا ما انا مش هقدر اعمل حاجه غير لما ابعت لك موظف يخلص لي الاجراءات دي. يعني ايه يعني هتجيب الموت؟ وانا مالا انا اعمل لك ايه؟ الله يعني ايه تعمل ايه؟ اتصرف. بقول لك ايه، انت قدامك ساعه تخلص لي الحاجات دي ويكون الماتش خلص. الماتش خلص؟ يلا حضروا الولد، انا هعمل كمان ساعه كشف على المخ وأشعة وسونار. مش على ايده دي ممكن تكون مكسوره.